بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، ننطلق من جديد هنا على أرضية هذا الميدان. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من هذه المعركة الصباحية ضمن مكرمة سعيد بسهيل بن دليل والشتبي. شكرا يا أبو راشد على هذه المكرمة بنسبة قدوم الشيخ محمد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في جميع ميادين دبي يا الإخوة وميادين الشمال. شكرا على هذا الاهتمام. شاهين ما شاء الله يبحث عن النقطة الثالثة لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، النقلة على جورجيا. يا سلام، سالم بن حسن بن محمد الخاطري ثاني المراكز، المركز الثالث. هناك شاهين لعلي بن مبارك بن محمد بالهلي وفي المركز الرابع. أرى في هذه اللحظات محمد بن سالم بن محمد بن واس لاجتبي مع مصرح. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكز رذعناها عليكم بالوفود تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. الله يا أبو راشد، يبقى النقطة الثالثة باحث مع النقطة الثالثة. خلك متفق مع جورج يا أبو راشد، خلك متفق مع جورج. ما شاء الله، شاهين في المركز الأول، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، جورج صاحب نقطة في أرضية هذا الميدان، وسالم بن حسن بن محمد الخاطري من يسيطر على المركز هذا. المركز الثاني، المركز الثالث أيها الإخوة لمحمد بن سالم بن محمد بن واس الاجتبي مسيطرا على ثالث المراكز. ولكن من أيها الإخوة، من مع المركز الأول؟ من مع النقطة الثانية؟ من مع النقطة الثالثة؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا هذا الأداء الجميل، يا هذا الأداء المميز اللي يقدم شاهين لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. وسلامات أيها الإخوة ثلاثية وللمرة الثالثة إلى أهل الخوانيج. شكرا أبو راشد على هذا الحضور الجميل والمميز. ثاني الناموس المركز الثاني للسيد سالم بن حسن محمد الخاطري، المركز الثالث محمد بن سالم محمد بن رواس الاجتبي. ما شاء الله، هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكز نذعناها عليكم بالوفا والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. انطلاقاتنا الجميلة والتوقيت الزمني 2:19:35 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.